مشاهدينا الكرام نشرة الأخبار من الأولى وتتابعون فيها. المملكة المغربية تقرر بتشاور مع السلطات الإسبانية تعليق الرحلات الجوية والنقل البحري للمسافرين من وإلى إسبانيا حتى إشعار آخر، وجلالة الملك والعاهل الإسباني يجريان مشاورات بهذا الخصوص. خلال مجلس الحكومة تأكيد على مواصلة اتخاذ إجراءات فعالة ومباشرة وسريعة بخصوص وباء فيروس كورونا المستجد، والإجراءات المتخذة تتم بناء على التطورات المسجلة في المحيطين الإقليمي والدولي. جمهورية ليبيريا تفتتح قنصلية عامة لها بالداخل، ووزير خارجيتها يجدد دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة. برباط أشغال استكمال البرنامج المندمج لمدينة الأنوار متواصلة عبر مشاريع إعادة التهيئة وتحرير الملك العمومي والنموذج من حي المحيط بالعاصمة. أهلا بكم. قررت المملكة المغربية بتشاور مع السلطات الإسبانية تعليق الرحلات الجوية والنقل البحري للمسافرين من وإلى إسبانيا حتى إشعار آخر، وأجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وصاحب الجلالة الملك فيليب السادس مشاورات بهذا الخصوص، وذلك في أعقاب المبادلات التي جرت بين رئيسي الحكومتين ووزراء الداخلية والشؤون الخارجية في البلدين. المغرب وإسبانيا البلدان الجاران والشريكان يعملان بتنسيق تام من أجل التصدي لوباء كورونا المستجد. وتفعيلا لقرار الحكومة أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية عن تعليق جميع رحلاتها الجوية من وإلى إسبانيا ابتداء من اليوم وحتى إشعار آخر، وأوضحت الشركة أنها وضعت آلية خاصة لمرافقة زبنائها في تدبير تنقلاتهم على إثر هذه التغييرات، ويمكن للزبناء إذا ما رغبوا في ذلك تأجيل سفرهم لتاريخ لاحق بدون تكاليف أو إلغائه مع تخصيص مقابل بنفس قيمة التذكرة صالح لمدة 6 أشهر، ويتم استهلاكه حصريا في رحلات الشركة. وللحصول على مزيد من المعلومات دعت الشركة زبنائها إلى الاتصال بالرقمين التاليين: بالمغرب 08900008 00، وبرقم الدولي 212-522-48-97-97. الأخبار التي تروج حول إحداث مستشفى عسكري ميداني ببن سليمان لاستقبال المغاربة القادمين من إيطاليا لا أساس لها من الصحة. حسابات مشبوهة كانت قد روجت على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الخبر العار من الصحة، ويشار إلى أنه تفعيلا لقرار الحكومة أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية عن تعليق جميع رحلاتها من وإلى إيطاليا حتى إشعار آخر. وكانت الحكومة الإيطالية قد أعلنت عن اتخاذ تدابير صارمة للحد من حركة السكان، وذلك من خلال تقييد حرية التنقل ومنع التجمع بالنسبة لجميع السكان، وستظل هذه التدابير سارية المفعول إلى غاية 3 أبريل المقبل. قال رئيس الحكومة إن وباء فيروس كورونا المستجد يستوجب تعاملا جديا لكن دون مبالغة أو تهويل، وذلك لتفادي الإضرار بمصالح المواطنين وبالقطاعات الاقتصادية. تأكيد جاء في كلمة افتتاحية لمجلس الحكومة المنعقد اليوم برباط. خديجة الجمالي والعربي النهيري. أبرز رئيس الحكومة في مستهل أشغال هذا المجلس أن العالم لا يزال يعيش على وقع انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن المغرب وبتوجيهات سامية من جلالة الملك محمد السادس نصره الله وبتنسيق مع منظمة الصحة العالمية قد شكل لجنة تضم عددا من المتدخلين تجتمع بانتظام واستمرار واستعجال من أجل اتخاذ إجراءات فعالة مباشرة وسريعة.
كما أشاد السيد رئيس الحكومة بالدور الهام الذي تقوم به كل من لجنة اليقظة والرصد لدى وزارة الصحة واللجنة العلمية التي تضم خبراء وتحرص على مواكبة الوضع بخبراتها العلمية. وجدد رئيس الحكومة التأكيد على أن بلادنا تتخذ الإجراءات الضرورية في الوقت المناسب، لا سيما أن هذا الوباء يستوجب تعاملا جديا. إجراءات يعتمدها المغرب في مواكبة لآخر تطورات الوضع على الصعيد العالمي. سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حينها داعيا عموم المواطنين إلى عدم الانزعاج من تشديد المراقبة في المطارات وفي المواني وفي مختلف المداخل البرية، معتبرا أن تنظيم المراقبة على مستوى المعابر الحدودية يخضع كما هو معمول به عالميا نظرا للوضعية الوبائية للبلدان التي يقدم منها المسافرون. وبخصوص تأثير هذا الوباء على الاقتصاد العالمي والوطني، أبرز رئيس الحكومة أهمية القرار القاضي بتشكيل آلية لليقظة الاستراتيجية تضم إلى جانب الحكومة عددا من الشركاء الاقتصاديين والماليين، مستحضرا أن الحكومة تتوصل بعدد من المراسلات من فاعلين اقتصاديين ومهنيين يتساءلون عن مستقبل الوطن، مؤكدا أن الحكومة ستتخذ بعد الدراسة المتأنية الإجراءات الضرورية اللازمة. وارتباطا بهذا الموضوع، تميزت أشغال المجلس بتقديم وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي عرضا حول التأثير المحتمل لفيروس كورونا على قطاعي الصناعة والتجارة. وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر والرقمي قامت باتخاذ التدابير التالية: إحداث لجنة لليقظة الاستراتيجية تجتمع كل يومين لاتخاذ التدابير اللازمة بهذا الشأن، وضع آلية لليقظة والتتبع اليومي مهمتها تحديد واقتراح بشراكة مع الفيدراليات الحلول لأي تأثير ممكن لفيروس كورونا على سلاسل التمويل والأسواق في قطاعي الصناعة والتجارة، إخضاع الأقنعة الطبية والمواد المطهرة للترخيص المسبق للتصدير، إجراءات عملية لفائدة المقاولات المحتمل تضررها من فيروس كورونا، تأمين المخزونات من المواد الأساسية الغير قابلة للتلف وذلك لمواجهة ارتفاع الطلب الوطني، طمأنة المواطنين حول وضعية التموين المحلي والتي لا تدعو للقلق، وتحسيس التجار بمسؤولياتهم تجاه هذا الوضع. وصدق المجلس على مشروع قانون يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، ويهدف هذا المشروع إلى الاستجابة لتطلعات المواطنين والمواطنات ومختلف الفاعلين على صعيد المملكة بخصوص محاربة التزوير وانتحال الهوية بالنظر لخصائص هذه الورقة التعريفية الذكية والمؤمنة والعملية، وذلك من أجل إدماج وظائف جديدة تسمح بمواكبة الرؤية التنموية الرقمية التي تنهجها المملكة. وتدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم يتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، كما تدارس المجلس تقديم مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية الدولية حول المساعدة القضائية في المادة الجنائية وتسليم المجرمين بين المملكة المغربية وأوكرانيا. وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا. بمستشفى الأمير مولاي عبد الله بسلا دورة تكوينية محورها التدابير الوقائية اللازم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا، والمستفيدون أطر طبية وشبه طبية قدموا من مختلف جهات المملكة. وصال إمغري وعبد الرحيم فيلول.
هو لقاء جمع أطباء وممرضين مختصين في الإنعاش والتخدير والمستعجلات من مختلف جهات المملكة، التأموا من أجل الاستفادة من دورة تكوينية لتأهيلهم لاستقبال مختلف الحالات الوافدة على المستشفيات عبر تحديد الإجراءات والتدابير اللازمة اتخاذها في حالة ظهور أي إصابة محتملة. هما ديال الصحة هما الأولين في الواجهة، هما اللي كيديروا لي بريليفمون، هما الأولين، دونك الحماية ديالهم هما الجنود الأولين، دونك الحماية ديالهم ضرورية، وهذا الهم ديال وزارة الصحة، وضروري أنهم كلهم محميين باش يمكن لهم يقوموا بالدور ديالهم المنوط بهم اللي تكونوا من أجله مدة سنوات. الطريقة ديال التعامل مع المرضى سواء المشتبه بهم ولا الحالات المؤكدة، يلا كيفاش تم الشرح ديالها، كيفاش طريقه اللباس، كيفاش الطريقه ديال التعامل، المكان اللي كيكون معزول فيه، ولا بالنسبه لينا حنا كاطباء اختصاصيين في الانعاش وفي التخدير فوقاش كتكون الحالات الحرجه، فوقاش كنقدروا نديروا التنفس الاصطناعي. كما تم تقريب الاطر الصحيه من طرق الوقايه وسبل العلاج المتاحه الى حدود الساعه عبر كيفيه غسل اليدين والتعقيم وارتداء الكمامات والبذل الطبيه ومجموعه من الاجراءات والتدابير الوقائيه. فورماسيون هي عطاتنا بزاف ديال المعلومات مفيده لينا، وبالنسبه كيفاش نتعاملوا مع المريض، كيفاش نغسلوا يدينا، كيفاش نلبسوا البدله بطريقه صحيحه، وكيفاش الاهميه ديال البدله سورتو هي ملي كنقوموا بالازاله ديالها، كيفاش اننا نقوموا بالازاله ديالها بطريقه سليمه. هي دورات تكوينية مستمرة إذن تسهر على تنظيمها وزارة الصحة لتأهيل الأطباء والممرضين عبر التطرق لجميع التدابير الاحترازية والوقائية لاحتواء فيروس كورونا المستجد. نفت المديريات العامة للأمن الوطني بشكل قاطع محتوى الرسائل النصية المتداولة على تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة والتدوينات المنشورة في منصات التواصل الاجتماعي التي تزعم وجود شبكات إجرامية تنتحل صفة أطباء وممرضين لارتكاب أفعال إجرامية داخل منازل المواطنين، بدعوى أنهم منتدبون من طرف المصالح الطبية المختصة لمحاربة داء كورونا المستجد. وهبت المديرية العامة للأمن الوطني بعموم المواطنين عدم التفاعل مع هذه الإشاعات، مؤكدة بأن الأبحاث القضائية والخبرات التقنية ستتواصل تحت إشراف النيابات العامة المختصة لضبط وتوقيف كل من يتورط في نشر هذه الأخبار الزائفة التي تؤثر على أمن وسلامة المواطنين. حملات التحسيس والتوعية بفيروس كورونا المستجد تتواصل بمختلف المؤسسات التعليمية عبر تراب المملكة، والنموذج من مدينة فاس حيث شروحات حول الفيروس وسبل الوقاية منه استفاد منها التلاميذ، كما نتابع في ريبورتاج رضا عماو ومصطفى الزاهري. حصة استثنائية بالنسبة لتلميذات وتلاميذ هذا الفصل الدراسي، حصة محورها يتمثل في سبل الوقاية من فيروس كورونا المستجد. قم بعملية تغطية أثناء الكحة أو العطس. شروحات حول كيفية انتقال الفيروس وأعراض الإصابة به، مع إبراز الأهمية الكبيرة للنظافة في تفادي العدوى وتجنب أعراضه الخطيرة. النظافة من يدينا باستمرار قبل. من خلال هذه الحملة التحسيسية تعرفنا على فيروس كورونا وتعلمنا مجموعة من السلوكات الوقائية من هذا الفيروس، وسنقوم إن شاء الله بتبليغ هذه النصائح لأسرتي وعائلتي وأصدقائي للوقاية من هذا الفيروس. نقوم بغسل اليدين باستمرار بعد ملامسة أي شخص مريض وبعد الكحة أو العطس باستمرار لمدة 20 ثانية. فيروس كورونا هو مرض معدي، علينا غسل اليدين باستمرار بماء والصابون للوقاية منه. بعد مرحلة الشروحات والتعريف بفيروس كورونا المستجد، هنا مرحلة التطبيق والتي تتمثل في النظافة. حملات تحسيسية تعرف انخراطا كاملا للطاقم التربوي والإداري للمؤسسات التعليمية. الهدف من هذه الحملة أولا توفير الحد الأدنى من المعارف العلمية لتلميذات وتلاميذ المؤسسة حول فيروس كورونا، ثانيا تعلم التلميذات والتلاميذ مجموعة من السلوكات
الوقائية من هذا الفيروس. ثالثا توسيع رقعة هذه الحملة التحسيسية لتشمل محيط المؤسسة عامة والأسرة خاصة. هذه الحملة التحسيسية التي تنظم في جميع المؤسسات التعليمية على صعيد المديرية الإقليمية هي تنزيل لمضامين المذكرة الوزارية في هذا الموضوع، وكذلك تنزيل برنامج المديرية الإقليمية الذي تشرف عليه اللجنة الإقليمية للوقاية من فيروس كورونا. الحملة التوعوية هاته تتواصل في مختلف المؤسسات التعليمية وتندرج في إطار البرنامج الذي وضعته الوزارة الوصية للتحسيس حول السبل الكفيلة للوقاية من فيروس كورونا المستجد. ومع ظهور حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا يبرز الدور الهام الذي يطلع به قسم الإعلام والتواصل بوزارة الصحة، فهو مصدر المعلومة وله دور مهم في مجال التوعية والتحسيس. خديجة زروال وعبد الفتاح الزوين. مصلحة التواصل المؤسساتي بوزارة الصحة في قلب حدث انتشار فيروس كورونا، فهي مصدر المعلومة وهي التي تسهر على نشرها عبر بلاغات صحفية وبمختلف وسائل التواصل الاجتماعي. طاقم من المتخصصين في هذا المجال معبؤون طيلة اليوم لتزويد الرأي العام بكل المستجدات الخاصة بالفيروس. تم تفعيل ديال الخلية ديال التواصل في حالة الأزمات، وهذا شيء بالقسم ديال الإعلام والتواصل اللي تجتمع بصفة منتظمة وبصفة تقريبا يومية، من بين المهام ديالها هو الإعداد ديال البلاغات الصحفية، وذلك بالتنسيق مع المديرية ديال علم الأوبئة ومحاربة الأمراض، وفي نفس الوقت بالتنسيق مع الخلية ديال الإعلام والتواصل بديوان سيد الوزير. العمل ديالنا في وزارة الصحة الآن تنقوم بتحيين وكاع المعلومات اللي كاينين غادي نحطوا في الموقع الرسمي ديال وزارة الصحة، وكذلك المواقع التواصل الاجتماعي. بالنسبة للموقع ديال وزارة الصحة تكون جميع المعلومات الخاصة المحيانة جديدة ديال الكورونا، كل ما يتعلق كورونا فيروس بالنسبة للغون بوبليك أو للبروفيسيونيل سانتي. وبما أن التحسيس والتوعية عاملان هامان للوقاية من الأمراض، تسهر مصلحة الإنتاج الدعائم بوزارة الصحة على إعداد الدعائم التواصلية الخاصة بفيروس كورونا تتضمن الخطوات التي ينبغي اعتمادها للوقاية من الفيروس. نحن سنقوم مع مصلحة الإعلام والتربية الصحية بإعداد الدعائم التواصلية التحسيسية، يعني من مقالات معلومات عملية مطويات ودلائل حول مختلف المواضيع الصحية وتبسيطها بما فيها مرض كوفيد 19، وكنقوموا بالنشر ديالها في البوابة الوطنية الرسمية لوزارة الصحة المختصة للتوعية والتثقيف الصحي، وفي صفحة صحتي بمواقع التواصل الاجتماعي. تتم الإعداد ديال والإنتاج ديال الدعائم التواصلية اللي تتنتج في المحتوى ديالها، تتنتج في المصلحة ديال الإعلام والتربية الصحية، وتتم الإنتاج ديالها بالمصلحة الثالثة ديال إنتاج الدعائم. قسم الإعلام والتواصل بوزارة الصحة مهمته أيضا رصد الشائعات المتعلقة بفيروس كورونا بشبكة التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وحصرها، والتواصل مع مصلحة الإعلام بالوحدات الجهوية التابعة لوزارة الصحة والمراكز الاستشفائية، وكذلك مصلحة الإعلام بمختلف القطاعات الوزارية. تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، شرع المجندون ضمن الخدمة العسكرية في اجتياز مرحلة التخصص المهني التي تساعدهم على ولوج سوق الشغل. من وجدة روبورتاج شهاب زريوح ورشيد العتابي. هنا داخل سكنة الفوج السادس للهندسة العسكرية يتم تكوين 140 مجندا في إطار الخدمة العسكرية، وذلك في 5 تخصصات مهنية تخول لهم ولوج سوق الشغل بعد حصولهم على شهادة مهنية للكفاءة وحسن السيرة. هذا التخصص هذا اللي مرتاح فيه أنا وقادر إن شاء الله نعطي فيه أكثر، بطبيعة الحال معاون من المؤطرين، وبفضله غادي نحصل على واحد ديبلوم إن شاء الله اللي غادي يتيح لي الفرصة باش إما نخرط في صف القوات المسلحة الملكية أو الاندماج في سوق الشغل.
المجندون 140 تم تقسيمهم بالتساوي على ورشات الكهرباء والترصيص ونجارة الخشب والصباغة، وتمتد مرحلة تكوينهم 6 أشهر. بين التخصصات كهرباء البناء، التخصص هذا اللي كنشوفوا فيه ما هو نظري وما هو تطبيقي. من بعد النهايه نتاع هذا التخصص هذا غادي يحصل المجند على واحد الدبلوم اللي غادي يخول ليه اللجوء لسوق الشغل او الاستمرار بصفوف القوات المسلحه الملكيه. هذه المرحلة من الخدمة العسكرية تمنح المجندين تكوينا مهنيا عالي الجودة بفضل تسخير جميع الإمكانيات المادية والكفاءات البشرية المعهودة في المؤسسات العسكرية. وتهدف هذه المرحلة التي تمتد على مدى 6 أشهر إلى منح المجندين تكوينا مهنيا يرتكز على الجودة والكفاءة المعهودة على المؤسسة العسكرية، كما يهدف هذا التكوين إلى جعل هؤلاء المجندين على مقدورة تامة لولوج سوق الشغل، وذلك بمنحهم شهادة مهنية تشهد لهم بالكفاءة وحسن السيرة. وإلى جانب التكوين المهني المتخصص، يتلقى المجندون أيضا حصصا من الدروس العسكرية والدينية، كما خصصت لهم فضاءات لممارسة الأنشطة الرياضية المتنوعة. جمهورية ليبيريا تفتتح اليوم قنصلية عامة لها بالداخل في دعم متجدد لوحدتنا الترابية، لتكون بذلك رابعة تمثيلية دبلوماسية بالمدينة بعد غامبيا، غينيا وجيبوتي. بكار دليمي ومحمد الداس. يأتي افتتاح قنصلية جمهورية ليبيريا بمدينة الداخلة، الذي يؤكد أيضا على اعتراف صريح لجمهورية ليبيريا بالوحدة الترابية للمملكة وبمغربية الصحراء. افتتاح هذه القنصلية هو خطوة هامة في تطوير العلاقات والشراكات الكبيرة التي تربط المغرب بهذا البلد الإفريقي، وتعزز وتقوي الطريق نحو المزيد من الدبلوماسية في مختلف المجالات. التقينا يمكن هذه السنة مرتين ولا ثلاثة في إطار التشاور الدائم، وفي آخر لقاء اللي كان في الأسبوع الماضي في الرباط، بمجرد ما دينا كانت حدثتو زميلي قال بأن سمع بأن الدول كتفتح لنا قنصليات في إطار تعزيز حضورها في المغرب وفي إطار دعم مواقف المغرب من القضية الوحدة الترابية، بأن ليبيريا بغات تنخرط في هذا الإطار هذا. فقال بأن في إطار أسبوعي يمكن نشتغلوا على فتح هذه القنصلية، وهو ما يتم اليوم بالفعل. هذا الحدث الدبلوماسي الهام يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والحرص على ترسيخ مبدأ دعم مغربية الصحراء على أرض الواقع. ليبيريا ترغب في الوقوف إلى جانب المغرب، كما أن افتتاح هذه القنصلية في مدينة الداخلة يعتبر خطوة ستساهم في دعم مغربية الصحراء وستعزز الروابط الدولية والعلاقات الدبلوماسية الثنائية المتميزة التي تربط ليبيريا والمملكة المغربية. هذه المبادرة ستخدم كذلك مصالح الجالية الليبيرية المقيمة بالأقاليم الجنوبية للمغرب. مباحثات ثنائية بين الجانبين المغربي والليبيري عقدت بعد افتتاح هذه القنصلية، تطرقت لمستوى العلاقات والتعاون بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف الأصعدة. منذ إطلاق خدمات الشكايات الإلكترونية في 7 فبراير الماضي، سجلت مصالح رئاسة النيابة العامة ما يناهز 400 شكاية إلكترونية، اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في جلها ووجهت إشعارات لمقدميها بواسطة رسائل نصية. وأكدت رئاسة النيابة العامة أنها ستواصل جهودها من أجل تطوير خدماتها وتقريبها للمواطنين، وذلك تنزيلا لخيارها الاستراتيجي المتمثل في تجسيد شعار نيابة عامة مواطنة. برباط تم اليوم الإعلان عن المقاولات الفائزة بجائزة المساواة المهنية في دورتها 4. الجائزة تحفيز على إعطاء مكانة أكبر للنساء داخل المقاولات. عبد المجيد حلاوي وسعيد جاسي.
الجائزة الأولى للمساواة المهنية برسم نسخة 2019 حصلت عليها شركة لافارج هولسين، أما الجائزة الثانية فقد عادت لشركة سوريا دوزيم، فيما عادت الجائزة الثالثة لفندق فيرمون مراكش التابع لمجموعة أكور. المقاولات المشاركة تنشط في قطاعات متعددة كالخدمات والصناعة والتجارة والفلاحة. هدفنا تطوير عدد النساء في الصناعة. هناك حوالي 50% من النساء في مدارس المهندسين ولا نجدهن في الصناعة بعد ذلك، لذلك قررنا جميعا أن نضع اليد في اليد لتطوير عمل النساء في عالم الصناعة، ونحن فخورون بهذه الجائزة لأنها نتيجة عمل مشترك لعدة فرق نساء ورجال يؤمنون بأن التعدد ومكانة المرأة تعطي قيمة مضافة حقيقية للمقاولة. نحن سعداء جدا بهذا التتويج هذا اللي كيجي في سياق المساواة بين الرجل والمرأة في الشغل في الميدان في ميدان الشغل. دونك هاد المبادرة إن شاء الله غتشجعنا أننا نزيدوا في المجهودات وفي المبادرات اللي احنا كنديروا باش أنه دائما نحقوا المساواة ما بين المرأة والرجل في الميدان ديالنا، كسوا أو نيفو دو لا فورماسيون ولا أو نيفو دو ريكروتمون ولا أو نيفو دو توت لي بوليسيك إراش اللي احنا تنفيستيو فيهم. الحفل تميز أيضا بتسليم شواهد التميز وشواهد الممارسات الجيدة على عدد من المقاولات المبتكرة والنموذجية في مجال المساواة بين الرجل والمرأة. فهي جائزة مهنية للمساواة بين النساء والرجال، وغادي يكون لها تأثير كبير فيما يخص تحفيز المقاولات على أخذ هذه المعايير ديال المساواة. أول دورة من هذه الجائزة تم تنظيمها عام 2016، وقد ارتفع عدد المقاولات المشاركة من 34 إلى 54 مقاولة. مع اتساع رقعة انتشار وباء كوفيد-19، منظمة الصحة العالمية تعلن أنها باتت تعتبر الفيروس الذي أصاب أكثر من 110 ألاف شخص جائحة، لكنها أكدت أن هذا الوباء العالمي ما زال من الممكن السيطرة عليه. مريم نوفير. فيروس كورونا المستجد يتفشى بشكل سريع. عدد الإصابات بالفيروس خارج الصين ارتفع في الأسبوعين الأخيرين، كما تضاعف عدد البلدان التي وصل إليها الوباء بحسب منظمة الصحة العالمية الأخيرة. ورغم تأكيدها أنه ما زال من الممكن السيطرة على الفيروس الخطير، إلا أنها باتت تعتبره جائحة. Describing the situation as a pandemic does not change WHO's assessment. إن توصيف الوضع على أنه جائحة لا يغير تقييم الخطر الذي يشكله فيروس كورونا. هذا الأمر لا يغير ما تقوم به منظمة الصحة العالمية، كما لا يغير ما يتعين على الدول القيام به. عدد الإصابات والوفيات والدول المتأثرة يزداد في الأيام والأسابيع المقبلة. في إيطاليا، ثاني دولة متأثرة بكوفيد-19، أعلن عن إغلاق مطار روما تشامبينو اعتبارا من يوم غد بسبب إلغاء العديد من شركات الطيران للرحلات من وإلى إيطاليا، كما أعلن أمس عن إغلاق كافة المتاجر في سائر أنحاء البلاد باستثناء تلك التي تبيع الأغذية والصيدليات، في إجراء غير مسبوق للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد. وقبل ذلك أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر دخول المسافرين الذين زاروا في الآونة الأخيرة أوروبا إلى الولايات المتحدة لمدة 30 يوما باستثناء الرعاية الأمريكيين، في إجراء مشدد يهدف لوقف انتشار وباء كوفيد-19، وهو قرار خلف ردود فعل متباينة. إلى ذلك، أغلقت براغ حدودها أمام مواطني 15 دولة، فيما ستغلق إيرلندا المدارس والجامعات والمؤسسات الثقافية اعتبارا من يوم غد وحتى 29 من الشهر الجاري. قال وزير الدفاع الأمريكي إن كل الخيارات مطروحة بعد مقتل أمريكيين أمس في هجوم استهدف قاعدة التاج العسكري العراقية التي يتمركز فيها جنود أمريكيون شمال بغداد. وبعيد هذا الهجوم الذي يعد الأكثر دموية على الإطلاق ضد مصالح أمريكية في العراق منذ سنوات عدة، قتل 26 مقاتلا عراقيا في غارات جوية استهدفت مواقع لحلفاء طهران على الحدود العراقية
السورية. ورئيس الروسي ونظيره التركي يشيدان بانخفاض التوتر في منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب شمال غرب سوريا. وقال الكرملين عقب محادثة هاتفية بين الرئيسين إنهما تعهدا بمواصلة العمل المشترك لضمان التوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام وتعزيز استقرار الوضع. حض صندوق النقد الدولي لبنان على تنفيذ سلسلة إصلاحات بسرعة لوقف الركود الاقتصادي. وقال المتحدث باسم الصندوق إنه من المهم أن تضع الحكومة وتنفذ بسرعة مجموعة كاملة من الإصلاحات للتصدي بفعالية للتحديات نظرا إلى خطورة الظروف الاقتصادية في لبنان. وفي ملف الهجرة بأوروبا، لازالت الحدود اليونانية التركية تعرف مزيدا من التصعيد في ظل استمرار توافد المهاجرين. القوات اليونانية المتمركزة على الحدود تراقب الوضع في انتظار وصول قوات الدعم من دول أوروبية أخرى لاحتواء هذه الأزمة. تفعيلا لتوجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم واحتفاء باليوم العالمي للمرأة، نظمت الجمعية الجهوية للاتحاد الوطني لنساء المغرب بني مكادة بطنجة فعاليات المعرض الوطني للتعاونيات النسائية والمقاولات الصغرى جدا تحت شعار المرأة من الهشاشة إلى التمكين. فنى شاكر العلوي وعبد علي جنوني. تبدعه أنامل المرأة المغربية من منتوجات مجالية متعددة وقطع متميزة من الصناعة التقليدية المتنوعة زينا أروقة المعرض الوطني للتعاونيات النسائية والمقاولات الصغرى جدا بساحة الأمم بطنجة، مبادرة تحتفي باليوم العالمي للمرأة من تنظيم الجمعية الجهوية للاتحاد الوطني لنساء المغرب بني مكادة بطنجة تحت شعار المرأة من الهشاشة إلى التمكين، احتفاء بالمرأة ومساهمتها في التنمية. يأتي تفعيلا لتوجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم الرامية إلى إبراز الدور الفعال الذي تلعبه التعاونيات للحد من الهشاشة وتمكين المرأة. هذا المعرض هو تفعيل لتوجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم في مارس ديال 2019 اللي عطات الانطلاقة ديال هاد اللي عطات العنوان من الهشاشة إلى التمكين. بغينا نبرزوا بأن هاد التعاونيات اللي هما معنا اليوم كيلعبوا واحد الدور كبير في الإطار الاقتصاد التضامني الاجتماعي. على مدى أسبوع كامل المعرض الوطني للتعاونية النسائية الذي تنظمه الجمعية الجهوية للاتحاد الوطني لنساء المغرب بني مكادة بطنجة يتيح لساكنة المنطقة التعرف على المنتوجات النسائية المتنوعة من مختلف ربوع المملكة، ويفتح المجال للتعاونيات لتسويق منتوجاتهم في إطار تظاهرة تحتفي بالمبادرة النسائية. كتجينا مناسبة بحال هذا المعرض كنسوقوا فيه المنتوج ديالنا وكيتعرفوا علينا الناس من خلال هذا المعارض، وكنشكروا الناس اللي مسؤولين على هذا المعرض وعدلوه، زعما شكرا لهم بزاف لان كيجعلونا نخرجوا بالمنتوج ديالنا ونعرفوا ناس اخرين وفي نفس الوقت نسوقوه. جيتنا هذا المعرض هذا زعما كيشرفوا بينا وكي زعما كيعملوا معنا اكثر من جهدنا، وكنعرضوا الصنعه ديالنا وكنبيعوا المنتوج ديالنا. مرأة كما كانت راه تبارك الله عليها شرفات المغرب وكل فيما كانت الحمد لله. تقدوا انواع الكسكسو، انواع الكسكسو عندنا وانواع التوابل والعسل وجميع داكشي اللي تقدروا يديروا من يديهم راه تنقدوه. احتفاء الجمعية الجهوية للاتحاد الوطني لنساء المغرب بني مكادة بطنجة بعيد المرأة تخلله إلى جانب عرض منتوجات التعاونيات النسائية ندوة حول موضوع المقاولة الاجتماعية والتضامنية النسائية رافعة للتنمية بهدف مواكبة وتشجيع مبادرات المقاولات الذاتية التي تساهم في تمكين المرأة اقتصاديا.
أخبار الاقتصاد الوطني والدولي، آخر مستجدات المال والأعمال، نتابعها اللحظة معك أنت سهام بخيف. مساء الخير سهام. مساء الخير رضا، وتحية طيبة للمشاهدين الكرام. إذن عقد الاتحاد العام لمقاولات المغرب لقاء خصص لتقييم آثار فيروس كورونا على الاقتصاد المغربي، حيث تم التأكيد على أن الاتحاد يعي جيدا مسؤوليته في الحفاظ على مناصب الشغل وكذا المقاولات المغربية في مواجهة الآثار السلبية التي يخلفها انتشار هذا الوباء في العديد من أقطار المعمور. حسن زكي ومحمد العروي. خلال اجتماع نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب مع أعضائه، وجه مجموعة من التوصيات والتدابير الوقائية التي يتعين على المقاولات المغربية وكافة منتسبيها الالتزام بها داخل مقرات العمل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. كما شدد مسؤول الباترونة على أن جميع المقاولات المغربية عليها الرفع من مستوى اليقظة بشكل كبير والتعبئة بقوة للتعامل مع هذه الأزمة العابرة. نحن واعون بضرورة الحفاظ على عمل المغاربة والمغربيات وسير المقاولة المغربية باتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية التي تم اقتراحها خلال اجتماع لجنة اليقظة، ونحن واثقون أن حكومتنا واعية بالمسؤولية لمواجهة هذه الأزمة، ونحن هنا لاقتراح مجموعة من التدابير الوقائية والاستباقية للحفاظ على اقتصادنا وفرص الشغل به. هي توصيات تندرج في إطار عمل لجنة اليقظة الاقتصادية لتتبع انعكاسات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الوطني، وتحديدا الإجراءات المواكبة والمجهودات الاستباقية التي تقوم بها الحكومة لمواجهة الانعكاسات الاقتصادية المباشرة والغير المباشرة لهذا الفيروس. بالرباط، تم اليوم التوقيع على اتفاقية للشراكة تتعلق بتكوين في مجال البيداغوجيا والتواصل والمهارات الحياتية لفائدة مكوني مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بهدف الارتقاء بالعنصر البشرية. حسن الطباعي ومحمد تونينا. اتفاقية تروم دعم التكوين المهني وتعزيز الرأسمال البشري عبر تنمية المهارات الفردية والجماعية للأساتذة والمكونين وفقا للاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني في أفق 2021، ومواكبة للرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030. في هذا الإطار، كل التدخلات والتي ستتم بموجب هذه الشراكة تمكن من تقوية المؤهلات والقدرات البيداغوجية لمساعدينا، لأن الأمر يتعلق بتكوين 1700 من المساعدين، 1200 منهم من المكونين حول الطرق البيداغوجية الجديدة. هذه الشراكات تخلينا في حقا مرتاحين، مرتاحين بأن إن شاء الله المستقبل ظاهر من ناحية تكوين رأس مال البشري وتنميته، ومرتاحين كذلك من ناحية أن فضل هذه الشراكات ناجح غنتمكنوا إن شاء الله من السير إلى الأمام. التكوين المستمر لفائدة الأطر المكونة يشكل رافعة أساسية للتنمية البشرية وأداة للابتكار وفق استراتيجية تراهن على أحدث الطرق والمناهج البيداغوجية الهادفة إلى الارتقاء بقطاع التكوين. سجل الرواج بموانئ المملكة ارتفاعا مهما خلال سنة 2019، حيث انتقل من 137.5 مليون طن سنة 2018 إلى 153.1 مليون طن، أي بارتفاع مهم بلغ 11.3%. ويعزى هذا الارتفاع أساسا إلى تزايد حجم الواردات ب 6.9%، في حين أن حجم الصادرات عرف انخفاضا طفيفا بنسبة 1.1%.
دوليا تدهورت اليوم الأسواق الأوروبية بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية تعليق جميع رحلاتها الجوية مع أوروبا في إطار تدابير لاحتواء فيروس كورونا المستجد. وسجل مؤشر داو جونز انخفاضا بنسبة 7.20%، فيما تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 7.3%. وحذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من دخول أوروبا في صدمة اقتصادية كبرى مماثلة لأزمة عام 2008 إذا لم تنجح الحكومات الأوروبية في اتخاذ إجراءات قوية ومناسبة لاحتواء تفشي فيروس كورونا. كما حذرت لاغارد من أن إيطاليا تواجه شبح الركود الاقتصادي بالفعل، متوقعة أن تمتد آثاره إلى بقية دول أوروبا. واللحظة إطلالتنا اليومية على أهم مؤشرات الأسواق المالية. موعدنا يتجدد غدا بإذن الله، باقي مواد رئيسية نتابعها معك رضا لبيدي. شكرا لك سيام، وإلى الغد بإذن الله. إن شاء الله. من الرباط أعطيت اليوم الانطلاقة الرسمية للخطة الوطنية للمساواة على مستوى جهة الرباط سر القنيطرة كمحطة أولى. محاور هذا البرنامج وأهدافه مع وفاء اليعقوبي ونور الدين صابر. تعتمد الخطة الحكومية للمساواة إكرام إثنان على 4 محاور موضوعاتية: تقوية فرص عمل النساء، ضمان حقوقهن في علاقتهن بالأسرة، المشاركة في اتخاذ القرار، وحمايتهن من خلال تعزيز حقوقهن. موضوع النهوض بأوضاع المرأة بشكل عام لا يمكن أن يبقى فقط على مستوى سياسة عمومية مركزية، ولكن لابد من الشراكة ولابد من تنزيل هذه السياسة على مستوى جهوي، لأن اليوم خاصة مع التحولات التي تعرفها بلادنا في اتجاه جهوية متقدمة في اتجاه لا تمركز، فأكيد أن إنزال هذه السياسة على مستوى ترابي سيكون أكثر يعني أثرا على مستوى حياة المواطنين والمواطنات. كما اعتمدت الخطة على محاور أخرى عرضانية كإدماج النوع في جميع السياسات والبرامج الحكومية، التنزيل الترابي للخطة، ومحاربة جميع أشكال التمييز والصور النمطية المبنية على النوع الاجتماعي. أول نموذج كيدعم المستوى المغربي بمبلغ إجمالي كيبلغ 14 مليون ديال الدفم بشراكة ما بين الوزارة وما بين مجلس الجهة، وحنا عندنا أمل كبير جدا أن التنزيل ديال هذه الخطة غيجي باش يعزز ويقوي ما سيرنا فيه أصلا من قبل على مستوى الجهة في اتجاه تعزيز المساواة وفي اتجاه تعزيز مقاربتنا وعلى مستوى تنفيذ برامج تنمية الجهة. اعتمد تنزيل هذه الخطة الحكومية على منهجية محكمة وعمل ميداني شخص التفاوتات بين الجنسين على صعيد الجهة في التعليم، الصحة، الأنشطة الاقتصادية، حقوق النساء والفتيات، ومواقع المسؤولية، حيث تمثل النساء بالجهة 40% من المستشارين مقابل 37.6% وطنياً. تتواصل بحي المحيط برباط أشغال إعادة التهيئة وتحرير الملك العمومي من البناء العشوائي، أشغال تأتي استكمالا للبرنامج المندمج الرباط مدينة الأنوار. سميرة صبان وأمين شرقاوي. حركة السير بهذا الشارع الواقع بحي المحيط برباط كانت إلى وقت قريب عسيرة،
والسبب بنايات عشوائية أقيمت على الأرصفة منذ أكثر من 15 يوما، وأشغال تحرير الملك العمومي من البنايات العشوائية مستمرة في هذا الحي. أشغال إعادة التهيئة بدأت بهدم أي بناء عشوائي لتيسير عملية تعبيد الأرصفة، وفي برنامج أشغال التهيئة أيضا إصلاح مجاري الصرف الصحي والإنارة العمومية. بالنسبة للحياة ما هذي يتنقى شوية بدا غايب أي بنات واللي بدا الشنطي كبير واللي لما حتى المنظر ديالو غيتبدل ما يبقاش بحالي كان. شارع كان ضيق ودابا صبح واسع، واليوم صبحت الدنيا دايرة نقية، كانت داك البنية عشوائي وداك الشيء كان ماشي، ولكن الحمد لله دابا كل الأمور كلها مزيانة. أنا ساكن هنا في هذا الحي تقريبا شي 40 عام، وكان هاد الشيء اللي كان عشوائي، دابا الحمد لله هاد الشيء اللي دار دابا راه تنقى والحي ديالنا ولا مزيان وساع الطريق. الشوارع بدأت تبدو أكثر فصاحة من ذي قبل. غير بعيد عن حي المحيط تقع هذه الساحة التي كانت محط استغلال عشوائي. بعد إنهاء أشغال تحرير الملك العمومي هنا أصبحت مشروعا لفضاءات خضراء ستضفي جمالية ورونقا على الحي. نحن بالمناظر الطبيعية اللي داروا لنا بحال الحديقة اللي كاينة هنايا، والشوارع توسعوا مزيان. هذا الشيء كيفرح الناس اللي ساكنين في الزنقة، وكي الزناقة كيتوسعوا. بعد الزنقة ديال روما ديما الطوموبيلات ديما غير باش يطلعوا يهبطوا، راه كاين مشكلة. دابا غيكون شوية ديال ما غيبقاش داك المشكل ديال الانتيردي. وهذا تهيئة حي المحيط بالرباط يأتي تنفيذا لمشروع الرباط مدينة الأنوار عاصمة المغرب الثقافية، ورش تنموي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عام 2014. الارتقاء بالبنيات التحتية للرباط واحد من محاوره الرئيسية في سبيل تحديث عاصمة المملكة. مؤجلات دورة 18 للبطولة الاحترافية لكرة القدم تسفران عن فوز فريق الوداد البيضاوي على مضيفه اتحاد طنجة وهزيمة نهضة بركان أمام فريق الفتح الرباطي. محمد بن سركا. حل فريق الوداد البيضاوي ضيفا ثقيلا على فريق اتحاد طنجة وهو منتشي بتأهل للمربع الذهبي من منافسات عصبة الأبطال الإفريقية. ولاحت قبيل نهاية الشوط الأول فرصة سانحة للتهديف للزوار، وكان فريق الوداد البيضاوي على مرمى حجر من افتتاح باب التهديف. وفي الشوط الثاني سجل الفريق الأحمر هدفا، لكن حكم المباراة عادل زراق عاد لتقنية فيديو الفار التي أوضحت أن مدافع الوداد كامارا كان قد ارتكب خطأ سلفا في حق أحد لاعبي اتحاد طنجة. الحكم رفض هدف الوداد، لكن اللاعب محمد ناهري بصم على واحد من أجمل أهداف البطولة الوطنية لكرة القدم من كرة ثابتة أسكنها الزاوية 90. ناهري أبدع وتفنن وسجل هدفا رائعا. وفي الدقائق الأخيرة الوداد سيحصل على ضربة جزاء بإعاز من تقنية فيديو الفار. عادل زراق أقر مشروعية ضربة الجزاء التي انبرى لها بدقة وبتقنية يحيى جبران، مسجلا ثاني الأهداف للوداد البيضاوي. الوداد يحافظ على الصدارة ب 36 نقطة، فيما تأزمت وضعية أبناء البغاز في الصف ما قبل الأخير ب 15 نقطة. ومن طنجة إلى الملعب البلدي بمدينة بركان، حيث استضاف الفريق المحلي نهضة بركان فريق اتحاد الفتح الرياضي الذي خرج من الشوط الأول منتصرا بهدف حمل بصمة مهاجم الكاميروني جون جوزيف كومبوس. وإن كان قد لاحت لفريق نهضة بركان فرص للتسجيل على غرار محاولة اللاعب محسن ياجور، لكن دون طائل اتحاد الفتح الرياضي حقق فوزه الثاني تواليا وثلاث نقاط ثمينة. للتذكير بالعناوين.
المملكة المغربية تقرر بتشاور مع السلطات الإسبانية تعليق الرحلات الجوية والنقل البحري للمسافرين من وإلى إسبانيا حتى إشعار آخر، وجلالة الملك والعاهل الإسباني يجريان مشاورات بهذا الخصوص. خلال مجلس الحكومة تأكيد على مواصلة اتخاذ إجراءات فعالة ومباشرة وسريعة بخصوص وباء فيروس كورونا المستجد، والإجراءات المتخذة تتم بناء على التطورات المسجلة في المحيطين الإقليمي والدولي. جمهورية ليبيريا تفتتح قنصلية عامة لها بالداخل، ووزير خارجيتها يجدد دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة. وبالرباط، أشغال استكمال البرنامج المندمج لمدينة الأنوار متواصلة عبر مشاريع إعادة التهيئة وتحرير الملك العمومي والنموذج تابعناه من حي المحيط بالعاصمة. ألقاكم غدا بإذن الله.